قاعدة شاحنة النفايات. كيف يمكن أن تساعدك شاحنة النفايات بفهم طبيعة أولئك الذين يثيرون المشاكل لك في حياتك دون سبب، فتكظم غيظك وتمتنع عن النزول لمستواهم، كل ذاك دون أن تكرههم؟ استمع لهذه القصة المنقولة عن الشيخ الجليل علي الطنطاوي لتتعرف على قاعدة شاحنة النفايات. يروي الشيخ علي الطنطاوي أنه ذات يوم كان متوجهاً للمطار مستقلاً سيارة أجرة، وبينما كانت السيارة تسير في طريقها وكان سائقها ملتزماً بمساره الصحيح، انطلقت سيارة من موقف سيارات بجانب الطريق بشكل مفاجئ أمامها، وبسرعة ضغط سائق الأجرة بقوة على الفرامل وكاد أن يصطدم بتلك السيارة. الغريب في الموقف أن سائق السيارة الأخرى الأحمق أدار رأسه نحو سيارة الأجرة وأخذ يصرخ ويشتم، فما كان من سائق التاكسي إلا أن كظم غيظه ولوح له بالاعتذار والابتسامة. استغرب الشيخ الطنطاوي من فعله وسأله: لماذا تعتذر منه وهو المخطئ؟ هذا الرجل كاد أن يتسبب لنا في حادث صدم. فرد سائق الأجرة: كثير من الناس مثل شاحنة النفايات تدور في الأنحاء محملة بأكوام النفايات، المشاكل بأنواعها، الإحباط، الغضب، الفشل، وخيبة الأمل، وعندما تتراكم هذه النفايات داخلهم يحتاجون إلى إفراغها في أي مكان قريب. أعجب الشيخ الطنطاوي برد السائق وذكر لاحقاً: لقنني سائق التاكسي درساً أصبحت أسميه فيما بعد قاعدة شاحنة النفايات. نصيحة الشيخ طنطاوي لك أن لا تجعل من نفسك مكباً للنفايات، ولا تأخذ الأمر بشكل شخصي، فقط ابتسم وتجاوز الموقف ثم انطلق في طريقك، وادعو الله أن يهديهم ويفرج كربهم، وليكن في ذلك عبرة لك، واحذر أن تكون مثل هذه الفئة من الناس التي تجمع النفايات وتلقيها على أشخاص آخرين في العمل، البيت، أو في الطريق. في النهاية، الأشخاص الناجحون لا يسمحون أبداً لشاحنات النفايات أن تستهلك يومهم وأعصابهم وتفكيرهم، لذلك اشكر من يعاملونك بلطف، فهم الزهرات الجميلة في الحياة، وادع لمن يسيئون إليك، فهم بحاجة للرحمة والشفقة، وفعل هذا وذاك لوجه الله سبحانه ونيل الأجر، وتذكر دائماً أن حياتك محكومة بما تفعله وبكيفية تقبلك وتفسيرك لما يجري حولك.